يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في بعض التفاسير في تفسير سورة الفاتحة في قوله سبحانه مالك يوم الدين قال: الملك صفة ذاتية والمالك صفة فعلية، هل هذا تفسير صحيح؟ يوم الدين يوم الحساب، يوم الدين هو يوم الحساب، ومالك يوم الدين هو مالك الدنيا والآخرة. لكن لماذا المالك يوم الدين خاصة؟ لأنه لا ملك لأحد سواه يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تنقطع الأملاك وتؤول إلى الله جل وعلا، ويزول الملاك، يزول الملاك وتؤول الأملاك إلى الله. يوم القيامة ما فيه ملوك ولا فيه سلاطين ولا فيه رؤساء، الملك لله وحده سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله. فلذلك خص يوم الدين فقال مالك يوم الدين، لأنه ليس فيه مالك سواه سبحانه وتعالى. نعم.